قدمنا لأداء العمرة وبسبب شدة الزحام في رمضان لم تؤدي العمرة طفلة معنا وهي محرمة، وغادرنا مكة في نفس اليوم، فما الحكم؟ الحكم أنك تأتي بها، أنك تأتي بها وتجنبها محظورات الإحرام لأنها ما زالت محرمة، تأتي بها وتطوف بها وتسعى بها وتقصر من رأسها، ما زالت العمرة عليها والإحرام عليها، ولماذا لم تسأل في الحال في وقتها؟ نعم.